بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بحلف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال زكاة، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طراوة، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحة، وبالقاف قربة، وبالكاف كراما، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وسلة، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، يا قاضي الحاجات، يا مشكل الحالات. اغثنا اغثنا اغثنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت، ولا يضل من واليت، تباركت ربنا وتعاليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا ورفقائنا ومشايخنا وأساتذتنا واجعلنا من المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين. يا الله آپ کا کرم ہوا کہ آج ختم قرآن شریف کی مجلس ہے. یا اللہ حقر کا پڑھنا اور جنہوں نے پیچھے سنا ہے ان کا سننا قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی برائیاں ہیں وہ ہماری ہی طرف سے ہیں. یا اللہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ تیری ہی طرف سے ہیں. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما اور اپنی اچھائیوں کا ہمیں بدلہ نصیب فرما. ہمارے اعمالوں کو قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ جتنے بھی مصیبات ہیں ہمیں ان سے نجات نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر مانگی ہے اللہ ہمیں انہیں نصیب فرما دے اور جتنی شرورات سے پناہ مانگی ہے ہمیں اس سے بچا لے. یا اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع نصیب فرما اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.